السلام عليكم ورحمه الله ارحب بكم جميعا في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في الاجنده هذا الاسبوع الفوضى الخلاقه ام التقسيم مناقشه الاجنده الامريكيه في الشرق الاوسط. يتردد على ألسنة المحللين السياسيين والإعلاميين والمفكرين في السنوات العشر الماضية مصطلح يعتقدون أنه يفسر ما يجري في منطقتنا العربية في الوقت الراهن هو مصطلح الفوضى الخلاقة الذي ورد على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ليزا رايز في إحدى خطاباتها عن مستقبل الشرق الأوسط وهو المصطلح الذي وجد فيه انصار الدكتاتوريات والانظمه المستبدة ضالتهم المفقوده لتفسير احداث الربيع العربي التي عرضوها ولتبرير موقفهم المساند للانظمه العربيه المستبدة زاعمين ان ثورات الربيع العربي كانت احدى تجليات الفوضى الخلاقه التي خططت لها امريكا كما يزعمون وهي المقوله التي سنكتشف أو سنكشف تهافتها في هذه الحلقة من خلال التعريف بنظرية الفوضى الخلاقة والفلسفة التي تكف خلفها وعن السياق التاريخي والسياسي الذي وردت فيه بل سنكتشف أن مصطلح الفوضى الخلاقة قد تم تشويهه والإساءة إلى سمعة في عالم السياسة في حين أنه كان مصطلح محترم لنظرية علمية محترمة كنا ربما سنكون محظوظين لو ان امريكا اكتفت بتطبيقها علينا نحن العرب ان اسوا ما يحدث اليوم هو ان امريكا لم تطبق نظريه الفوضى الخلاقه على الشرق الاوسط بل طبقت نظريه اخرى اكثر خطوره على مستقبلنا في هذه المنطقه في المحور الاول من هذه الحلقه سنحاول التعرف على مفهوم الفوضى الخلاقه من خلال نظره بانوراميه سريعه كما تعودنا في هذا البرنامج لأنه طبيعة الحال ليس برنامج فكر نظري يعني خالص وإنما هو برنامج تحليل سياسي له أبعاد فكرية وتاريخية إلى آخره هذا في المحور الأول في المحور الثاني منها سنقترب أكثر من حقيقة المشروع الذي تنفذه أمريكا ومن ورائها الغرب في منطقتنا العربية تحت سمع وبصر الجميع مصطلح الفوضى الخلاقة أو الهدم البناء كما يفضل البعض أن يطلق عليه هو ترجمة لعبارة إنجليزية كريتيف كايوس وكلمة كايوس من أصل لاتيني كلمة من أصل لاتيني هذه الكلمة تصف حالة الفوضى والاضطرابات غير المتحكم بها يعني الفوضى التي غير الفوضى الطبيعية غير المهندسة غير المقصودة هذا بالنسبة للمصطلح. أما بالنسبة لمفهوم الفوضى نفسه فله أصل قديم في الثقافة الغربية يعود إلى سفر التكوين في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لديهم اللي هو التوراة تحديدا يعني العهد القديم. حيث تحدث هذا السفر سفر التكوين عن خلق الله وتكوينه للعالم من حالة ظلام وعماء لم يكن فيها شيء. جاءت الفيزياء بعد ذلك الفيزياء الحديثة لتشرح أكثر وتقول إن ما قبل الخلق هو الفوضى والخلق هي النظام قد تخلق هذا النظام من داخل الفوضى فالأصل هي الفوضى والاستثناء هو النظام ثم تقول فيزياء الحديثة الفيزياء الحديثة إن العالم يتجه وفقا لقوانين الانتروبيا الفيزيائية يتجه من النظام إلى الفوضى من النظام إلى الانهيار هذا عن كلمة الفوضى ومفهومها الأولي أما مفهوم الفوضى الخلاقة هذا المفهوم السياسي والمفهوم العلمي في عين معا فهو وإن كان مختلفا قليلا عن مفهومه في مجال الفيزياء إلا أن له صلة بهذين الأصلين الأصل التوراتي والأصل الفيزيائي ويمكننا القول أن المفهوم هو عبارة عن فلسفة عامة تندرج تحتها عدة نظريات من مجالات مختلفة بعضها علمي، سياسي، اقتصادي الى اخره، كلها تتحدث حديثا متشابها. لا مجال هنا لتفصيله. خلاصه مفهوم الفوضى الخلاقه هي ان كل التغيرات الكبيره التي تحدث والتي يبدو لنا انها وقعت بالصدفه او بدون مقدمات اساسها التغيرات البسيطه الدقيقه التي لا نستطيع مراقبتها او لا نابه لها. التغيرات البسيطة التي قد نعتبرها مجرد فوضى او شواش كما يسميه البعض او اشياء تافهه، هذه التغيرات قد تتراكم او تتجاوب فيما بينها وتحدث تغيرات كبيره لا يعرف الانسان سببا واضحا لحدوثها. وسنضرب بعض الامثله التوضيحيه لهذا بعد قليل. قبل ان يصل مصطلح الفوضى الى مجال السياسه كان قد تأسس في مجال العلوم الفيزيائيه تحديدا واشتهر مع عالم الارصاد الامريكي ادوارد لورنز الذي كان يعمل في مطلع ستينيات القرن الماضي تحديدا 1960 على محاوله التنبؤ باحوال الطقس كان مهموم بمحاوله التنبؤ الدقيق باحوال الطقس لكنه اكتشف من خلال تجاربه العديده ان التنبؤ الدقيق بالطقس يعد مستحيلا لماذا لان هناك متغيرات بسيطه جدا تحدث هنا وهناك لا يمكن مراقبتها او لا يعطيها الانسان اهتمام هذه التغيرات البسيطه قد تحدث تغيرات كبيره في مكان اخر وضرب لورنز مثلا طريفا قال لو ان فراشه فراشه رفرفت بجناحيها في الصين او في البرازيل لربما احدثت هذه الرفرفه الخفيفه البسيطه اعصارا كبيرا في امريكا كيف يمكن ان يحدث ذلك دعونا نشاهد هذه الماده الفيلميه الشارحه المبسطه باللهجه العاميه المصريه ثم نعود للمزيد من الشرح وهنا ظهر مصطلح اثر الفراشه باتر فلاي فيك النظريه بترسم صوره تمثيليه بان لو عندك فراشه بترفرف بجناحها في مكان ما في الصين مثلا فتاثير الرفرفه دي ضعيف جدا في حد ذاته ويعتبر ولا حاجه تقريبا في البدايه بس مع الوقت الرفرفه دي هتسبب اضطرابات وتموجات في الهواء وفي خلال فتره زمنيه بعدها بسنه مثلا هتساهم في حدوث عاصفه او اعصار في امريكا، يعني مكان بعيد تماما عن مكان رفرفه الفراشه، وزي ما رفرفه الفراشه ممكن تكون ساهمت في حدوث اعصار في مكان ما، ممكن تكون ساهمت في منع حدوث اعصار في مكان تاني بنفس الطريقه، وخلي بالك اننا بنقول انها بتساهم في احداث اعصار، مش هي السبب الرئيسي فيه زي ما بعض الناس بيسيئوا الفهم. رفرفة الفراشه بتمثل تغيير بسيط جدا في الظروف الاوليه للنظام اللي بدورها بتولد سلسله من الاحداث تاثيرها بيبقى كبير جدا بعد كده ده تاثير رفرفه فراشه واحده فما بالك بقى بملايين الفراشات مثل ما راينا رفرفه بسيطه من فراشه تافهه في اقصى الارض قد تسبب كارثه في الطرف الاخر من الارض بعد مده من الزمن يعني قد تساهم لا تتسبب مباشره لكن قد تسهم هذه الرفرفة بجانب أشياء أخرى في أحداث هذه الكارثة طبعاً هذا الكلام قد يبدو سطحياً وساذجاً من وجهة نظر البعض لكن هذا البعض لا يجرؤ على التصريح بوجهة نظره لأنه يكفي مواجهة نظرية علمية يحترمها الوسط العلمي كثيراً وسنحاول تبسيط هذه النظرية لكي تكون واضحة للمشاهد ويمكنه تنزيلها بعد ذلك على المجال السياسي اللي هو المجال الأصلي اللي احنا بنتكلم فيه مرة أخرى تقول النظرية إن التغيرات البسيطة التي نراها تافهة مثل رفرفة جناح فراشة أو ذبابة لا تذهب هدرًا كما نتصور بل إنها تحدث تأثيرًا طفيفًا في المجال الكهرومغناطيسي الذي حولها هذا التأثير بدوره يحدث تأثيرًا آخر في دائرة أوسع مثل دوائر الماء في البركة الآسنة وهكذا تظل التأثيرات البسيطة تتراكم وتتجاوب تتجادل فيما بينها وتكبر مثل كرة الثلج إلى أن يحدث التغيير الكبير وهو الإعصار مثلا. ويقولون إن هذه العملية تحدث من خلال ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى يسمونها مرحلة الفوضى. يترجمونها العرب بمرحلة الشواش الفوضى يترجمونها بالشواش أي تغيرات غير المنتظمة مثل رفرفة جناح فراشة أو حادثة طلاق شخص لزوجته حادثة عابرة عادية في أي مكان والمرحلة الثانية هي مرحلة التعقيد حيث قد يحدث جناح الفراشة إعصاراً كما قلنا أو يساهم في إحداث هذا الإعصار أو تحدث حادثة الطلاق التي تحدثنا عنها تمزقا لأسرة معينة تسبب خراب أسرة طلاق يسبب خراب أسرة هذا الخراب أو هذا التمزق داخل الأسرة يؤدي إلى سوء تربية أبنائها ثم يكبر أحد هؤلاء الأبناء ويصبح مسؤولا كبيرا في الدولة وربما رئيسا للدولة وبسبب سوء تربيته التي تلقاها في صباه بسبب الطلاق مثلا يتسبب تتسبب هذه سوء التربية في افساد الدولة لانه شخصية رئيس الدولة نفسه مثلا فاسدة ومن ثم يتسبب في تخريب مستقبل شعب وهكذا تشارك وتساهم حادثة بسيطة مثل الطلاق في اسرة نائية قد تشارك في تشكيل شخصية الطفل وشخصية الطفل تساهم في تشكيل طبيعة الدولة اي ان حادثة الطلاق التافهة تلك ساهمت بدور تخريبي في تدمير مستقبل الامة هذه معنى مرحلة التعقيد التي نصل إليها المرحلة الثالثة في نظرية الفوضى هي مرحلة التنظيم الذاتي معناها أن التغيرات عندما تتراكم مع الوقت تشكل وضعا معقدا جدا هذا الوضع المعقد لابد أن يبحث عن حل ومخرج وبعملية البحث عن حل ومخرج للمشكلة نكون أمام التنظيم الذاتي يعني يحدث تنظيم ذاتي لحل المشكلة مثل مجتمع مثلا ما عندهش دولة لديه مشاكل مجتمع مثل المجتمع اليمني مثلا ليست لديه دوله. يبدا ينظم ذاته تنظيم ذاتي يحل مشاكله بطريقتها الخاصه، مشاكلها الاقتصاديه، مشاكلها الاجتماعيه الى اخره. هذه الحاله يسمونها حاله تنظيم ذاتي. الى ان يفضي الامر الى وضع مستقر نسبيا. دعونا نشرح هذه الفكره للمره الاخيره على الواقع السياسي. اراد اصحاب نظريه الفوضى الخلاقه القول انهم سيتركون الشرق الاوسط في حاله الفوضى التي هو فيها، ولا يتدخلوا لانقاذه او تنظيمه، لماذا؟ لانه شرق مليء بالتناقضات والازمات وعوامل الصراع، تحديدا الشرق العربي، الشرق الاسلامي، ولو انهم تركوه هكذا من وجهه نظرهم لشانه لحدثت فيه عبر الوقت تغيرات كثيره وبسيطه وصغيره ثم لتراكمت هذه التغيرات وتجاذبت واثر بعضها في بعض وتصل في لحظه من اللحظات الى حاله من التعقيد الشديد الذي قد يؤدي الى الانفجار او الى الانفراج وهو في الغالب انفجار وبعد الانفجار لابد ان يكتشف العرب طريقه لتنظيم صراعهم واداره هذا الصراع حتى لا يحدث الفناء وهكذا يصلون الى حاله من الاستقرار وذلك ما يسمى بالتنظيم الذاتي كما قلنا هذا مفهوم نظريه الفوضى الخلاقه على المستوى السياسي هذا ما حاول ان يقوله الامريكان او ما حاولت ان تقوله كونداليزا رايز لكن هل هذا حقا هو ما قصده الامريكان عندما تحدثوا عن الفوضى الخلاقه بالتاكيد لا وهنا سنكتشف اننا كنا مخدوعين حين اطلقنا على سياستهم في الشرق الاوسط سياسه الفوضى الخلاقه وسنقول ليتهم تركونا للفوضى الخلاقه اذن لكان وضعنا افضل لان الفوضى الخلاقه تعتمد كما قلنا على التغيرات غير المقصودة، غير المهندسة غير المخطط لها التغيرات التي تفرضها طبيعة الحوادث طبيعة الأشياء بشكل تلقائي بدون أن تتدخل أجهزتهم أجهزة المخابرات لتوجيهها هذا لم يحدث لأن أمريكا لا يمكن أن تترك الشرق بدون أن تتدخل ما يقومون به الآن في المنطقة يأتي وفق سياسة أخرى يعني موجهة ومخطط لها بعناية وليست سياسة الفوضى الخلاقة فوضى الخلاقة مفهوم محايد قد يأتي بالخير وقد يأتي بالشر أما السياسات الأمريكية فلا تأتي إلا بالشر وحده مشاهدين الكرام إلى هنا ننهي الحديث في ملفنا الأول من الأجندة وهو الخاص بالقسم النظري سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة الحديث في الاجنده الفعليه للولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط لا تذهبوا بعيدا الشعب والدولة هي دولة الشعب والأموال هي أموال الشعب والعزة والكرامة والحرية كلها من كل شعب وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله مرحبا بكم مجددا يعتقد بعض المحللين السياسيين أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايز هي أول من صك هذا المصطلح في عالم السياسة نعني مصطلح الفوضى الخلاقة والحقيقة أن شخصا أمريكيا آخر قد سبقها إلى ذلك هو مايكل ليدن العضو البارز في معهد أمريكا انتربرايز. آه، ليدن قدم مشروعا سياسيا للاداره الامريكيه في العام 2003 بعنوان التغيرات او التغيير الكامل في الشرق الاوسط. وقد اعتبر ليدن في هذا المشروع ان الهدم والتدمير هو المهمه التاريخيه للولايات المتحده الامريكيه. هكذا. وقال بلغه ادبيه: التدمير الخلاق هو اسمنا الثاني في الداخل كما في الخارج فنحن الان بدأ يفسر معنى هذا الكلام قال فنحن نمزق يوميا الانماط القديمه في الاعمال والعلوم كما في الادب والعماره والسينما والسياسه والقانون ثم بشوفينيه واضحه يعني قال لقد كره اعداؤنا دائما هذه الطاقه المتدفقه الخلاقه التي طالما هددت تقاليدهم مهما كانت هذه التقاليد واشعرتهم بالخجل يعني اشعرت خصوم امريكا واشعرتهم بالخجل لعدم قدرتهم على التقدم علينا والكلام لليدن علينا تدميرهم كي نسير قدما بمهمتنا التاريخيه. ويمكننا ان نلحظ بسهوله ان ليدن لا يتحدث عن مفهوم الفوضى الخلاقه بل عن مفهوم اخر هو التدمير والتفكيك والتقويض المتعمد. والتقويض او التفكيك مرحله من مراحل ما بعد الحداثه يعني وفلسفه من فلسفات ما بعد الحداثه صار ثقافه كانت نظر له الفرنسي دريدا وتبناه كانت موجه في في امريكا وفي اوروبا من في فتره من الفترات كلمه التقويض هي الكلمه التي تناسب الفعل الامريكي في الشرق الاوسط اليوم تقويض كما يحب ان يسميه البعض او التفكيك كما يترجمه البعض من اجل اعاده البناء تفكيك دول الشرق الاوسط من اجل اعاده بنائها وفقا للمصالح الاسرائيليه او كما يقال وفقا للمصالح الصهيونيه وهي اشمل من المصالح الاسرائيليه لانه الصهيونيه يندرج تحتها تيار مسيحي كبير بالاضافه الى التيار اليهودي. التيار اليهودي الاسرائيلي الصهيوني لانه في تيار يهودي غير صهيوني. فكيف سيتم هذا التفكيك من وجهه نظر الامريكان يا ترى؟ في نهاية الحرب العالمية الثانية أدرك الأمريكان أنهم قد أصبحوا قوة عظمى يمكن لهذه القوة أن ترث الإمبراطورية البريطانية في نفوذها الدولي والاستعماري آنذاك ولولا أن الحرب قد أفرزت للحرب العالمية الثانية قد أفرزت إلى جانبها قوة أخرى كبيرة ومنافسة هي الاتحاد السوفيتي قبل ان يسقط لولا هذه القوه التي افرزتها الحرب العالميه الثانيه لفكرت امريكا في ما هو ابعد من ميراث او من وراثه الامبراطوريه البريطانيه وبالرغم من حديث النخب الامريكيه في القرن الماضي وفي اوائله عن رساله التنوير والتحديث التي تحملها امريكا على عاتقها تجاه الانسان البسيط والانسان المتخلف برغم هذا الكلام الا ان هذه النخب لم تكن تخلو من اصحاب النزاعات التوسعيه والعدوانيه تجاه الاخرين من امثال مستشار الرئيس الامريكي كارتر اللي هو مستشار بريجنسكي صاحب واحد من اشهر الكتب المعتمده الان في السياسه الخارجيه الامريكيه اللي هو احجار على رقعة الشطرنج الكبرى بيرجنسكي طرح في العام 1980 فكرة تغيير خارطة الشرق الأوسط بما يتلائم مع المصالح الأمريكية الجديدة هذا في العام 80 يعني والناس عادهم في الصراع بين القطبين القطب الاشتراكي اليساري والقطب الرأسمالي وأيامها كانت أمريكا ودودة وكانت في حالة من الـ 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 التسامح والانسجام والسلام مع العالم. بالرغم من ذلك في تلك الايام كان برجنسكي يطرح افكار عدوانيه شديده. بعدها بعامين بعد 1980 بعامين تقريبا قدم المستشرك الامريكي الشهير برنارد لويس وهو طبعا رجل معروف بعداوته للعرب وللمسلمين و وهو رجل متخصص اصلا في دراسه الشرق الاوسط والاسلام تحديدا. قدم او قدم اطروحه بتقسيم الشرق الاوسط على اسس عرقيه وطائفيه ومذهبيه. ربما كان لدى الامريكان غصه في تلك الفتره هي انهم لم يشاركوا في تقسيم الشرق الاوسط في الحرب العالميه الاولى مع القوى التي قسمته آه، انذاك وهي آه، تمثلت في اتفاقيه سايكس بيكو يعني كان آه، فرنسا مع بريطانيا ومع الاتحاد السوفيتي اللي كان راضيا عن ما يتم آه، امريكا لم تكن حاضره انذاك فربما هذا شكل لها غصه الا ان سقوط الاتحاد السوفيتي في نهايه ثمانينيات القرن الماضي قد ايقظ لدى الامريكان هذه الرغمة مره اخرى ثم جاءت معركة تحرير الكويت لتكون بمثابة الذريعة المناسبة للبدء في السيطرة المباشرة على منطقة الشرق الاوسط عبر التواجد العسكري في القواعد المنتشرة في الخليج والعراق. وفي موازاة ذلك على المستوى النظري خرجت نظريات فلسفية لمفكرين امريكان في تلك الفترة. نظريات تضرب على وتر الهيمنه والتفرد بدأت بنظريه نهايه التاريخ لفرانسيس فوكاياما الامريكي اللي من اصل ياباني ثم نظريه صراع الحضارات او صدام الحضارات لصامويل هنتكتون وهي ليست نظريات معزوله في الدائره الفكريه كما قد نتوقع وانما هي آه تمثل صدى صوت للرغبة الكامنة لدى صانع القرار الأمريكي من ناحية وتمثل أيضا مشاريع المقترحة للتنفيذ من ناحية أخرى ولذلك أصبحت هذه الكتب بمثابة مرجعيات مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية كتاب صامويل هنتجتون عن صدام الحضارات كتاب نهاية التاريخ لفوكوياما كتاب ركعة الشطرنج الكبرى لبرجينسكي وغيرها أصبحت هذه جميعا بمثابة كتب مرجعية للسياسة الخارجية الأمريكية في العقدين الاخيرين ولهذا بدا العالم يسمع منذ دخول الامريكان الى الجزيره العربيه في حرب تحرير الكويت بدا يسمع عن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد هذه العباره التي ترددت على لسان جورج بوش الاب وابتداء من تلك اللحظه وحتى الان ظهرت ثلاث مقولات سياسيه خطيره على السنه اصحاب القرار الامريكي اولها مقوله الشرق الاوسط الكبير التي جاءت على لسان بوش الاب وثانيها مقوله الشرق الاوسط الجديد التي جاءت على لسان بوش الاب وثالثها مقوله الفوضى الخلاقه التي جاءت على لسان كونداليزا رايس وزيره الخارجيه انذاك مقوله الشرق الاوسط الكبير كان يقصد بها او كان بها بوش الأب تحديدا مصر دوله مصر ودول الجزيره العربيه مضافا اليها خمس دول اخرى هي ايران وتركيا وباكستان وافغانستان واسرائيل كان هذه خريطه الشرق الاوسط الكبير كما تخيله جورج بوش الآن. وكان المقصود طبعاً وضع الجميع في سلة واحدة لأهداف عديدة منها فصل هذه الدول العربية عن الجيوبوليتيك العربية الأصلية وهي الوطن العربي. ودمجها في محيط أوسع تشعر معه بالضعف والغربة والحاجة إلى حماية. وأوضح يعني أخطر من هذه المقولة مقولة الشرق الأوسط الجديد التي جاءت على لسان بوش الإبن. وهي المقوله التي نزعم انها تطبق الان بالفعل ويقصد بالشرق الاوسط الجديد شرق اوسط بمراكز ثقل سياسيه مختلفه نقل مركز الثقل السياسي من مصر والسعوديه الى دول اخرى مثل اسرائيل وايران هذا هو فحوى نظريه الشرق الاوسط الجديد اما مقوله الفوضى الخلاقه التي جاءت على لسان رايس فلم تكن سوى قناع يخفي وراءه الفكره الحقيقيه التي يراد لها ان تتحقق وهي فكره الشرق الاوسط الجديد. الفوضى الخلاقه هي التسميه المحترمه للعمل غير المحترم الذي كانت امريكا تنوي ان تنفذه في المنطقه العربيه او قامت بتنفيذه في المنطقه العربيه الا وهو التقسيم على اسس عرقيه ومذهبيه ودينيه وهو ما تكشف لنا بعد ذلك في صور واضحه من خلال عمليات التهجير وعمليات التغيير الديموغرافي الذي يتم تنفيذها في كل من العراق وسوريا والى حد ما في اليمن كانت بدات يعني من بعد تهجير اصحاب دماج كل ذلك يتم بواسطه من؟ بواسطه السكين الايرانيه الحاده التي في يد العام سام. اذا من الواضح ان امريكا تمضي اليوم في سياستها الخارجيه في الشرق الاوسط وفقا لمقترحات برجنسكي والمستشرق المعادي للعرب والمسلمين برنارد لويس اي مقترح السيطرة عن طريق التفكيك والتقسيم العرقي والمذهبي وقد وجد صانع القرار الأمريكي أن هذا يتطابق مع توصيات المعاهد والمؤسسات البحثية الأمريكية التي طلب منها نصائح مباشرة للتعامل مع العالم الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 من أمثال معهد راند ومؤسسة روكفلر وكينيدي وغيرها فقد تواطأت هذه المؤسسات والمعاهد على نصيحة واحدة هي استبدال الإسلام السني المسبب للصداع صداع في, في أمريكا والغرب بإسلامات أخرى أكثر لينا ولطفا مثل الإسلام الشيعي والإسلام الصوفي والفرق بين مقترحات برجينسكي وبرنارد لويس من ناحية وبين هذه المعاهد مقترحات ونصائح هذه المعاهد من ناحية أخرى الفرق هو في مستوى الصراحة فقط فقد كان برجريسكي ولويس أكثر صراحة في مطالب التقسيم تقسيم المنطقة على أسس عرقية وطائفية أما المؤسسات البحثية الأمريكية الرصينة فقد فضلت أن تقول ذلك بطريقة أكاديمية أنيقة وحتى لا يكون كلامنا يعني مجرد تخمين دعونا نستمع إلى برنارد لويس نفسه وهو يتحدث بطريقة حذرة عن هذه الحقيقة. وبالمناسبة يعني يعني مطالب التقسيم وتخريب الشرق الاوسط واحداث الفوضى فيه او احداث التقسيم هو ايضا يتوافق مع المزاج مزاج المحافظين الجدد داخل امريكا الذين يؤمنون بمعركة جدون المعركة الكبيرة الضخمة التي ستدمر العالم وسياتي على اثرها المسيح وللاسف الشديد اصبح المحافظون الجدد يحكمون امريكا من فترة يحكمون البيت الابيض من فترة طويلة موجودين كما آه يعني قالت احدى المؤلفات الامريكيات آه كريس هالسل موجودين من ايام آه الرئيس ريغن في البيت الابيض وقد وجهوا كثير من السياسات الامريكيه نعود الى برنارد لويس الامريكي اللي هو من جنسيه بريطانيه كما قلنا ومن اصل يهودي او من ديانة يتبنى الديانه اليهوديه يعتنق اليهوديه وهو اكثر المستشرقين يعني تصريحا بحقده على العرب والمسلمين لكنه بالرغم من, من ذلك يفعل ذلك بطريقه مؤدبه يعني وفيها لياقه وهو في الماده القادمه في الفيديو التالي يحاول القول ان على امريكا ان تتحالف مع الطائفه الشيعيه في المنطقه العربيه، لماذا؟ لان الشيعه او الطائفه الشيعيه تحمل لا تحمل عداء لامريكا او لا تحمل عداء حقيقيا للغرب كما هو حال ابناء الطائفه السنيه. لكنه لا يقول ذلك بشكل مباشر وانما يقول ذلك بشكل ملتوي يقول ان شعوب مصر والسعوديه مثلا تعادي امريكا شعوب مصر والسعوديه تعادي امريكا لماذا؟ لان حكومات هذه الشعوب مواليه لامريكا وهذه الشعوب تكره من يوالي امريكا وتكره امريكا بينما شعوب ايران والعراق وسوريا اللي هو المكون الشيعي يعني لا تكره امريكا لماذا؟ حسب رايه

Notably, Egypt and Saudi Arabia. And uh, <clears throat> as they used to say in Moscow, it's no, ac no accident that the great majority of the hijackers come from those countries. Why? Because those populations are anti American. And they are anti American because they regard their governments as American puppets carrying out American purposes. Second group are the countries where the governments are anti American, such as Iran and Iraq and syria. in those countries, as far as we know, the people are very pro-american. there were remarkable demonstrations in iran, for example, after september the 11th, when thousands of people went out into the streets to express in a kind of vigil, to express their sympathy and their horror at what happened. this was nothing sponsored by the government on the contrary, they tried to prevent it. Bernard Lewis, بأن الصراع بين الشرق والغرب هو صراع تاريخي وليس صراعا سياسيا آنيا فهو يقول بصراحه ان العرب والمسلمين يكرهوننا او يحقدون علينا نحن الغربيين لاننا تفوقنا عليهم ويعتقدون اي العرب ان التفوق الذي حققته اوروبا كان ينبغي ان يكون من نصيبهم يعني من نصيب العرب والمسلمين وأن هذا الصراع يمتد إلى مئات السنين يعني من أيام الحروب الصليبية ويقول إن الغربيين يطرحون على أنفسهم في هذه الأثناء في هذه الفترة يطرحون على أنفسهم السؤال الخطأ أو السؤال الخطأ حين يسألون لماذا يكرهون العرب وكان الأصح كان الأفضل الأنسب أن يطرحوا سؤالا آخر هو لماذا لا يخافوننا؟ لماذا لا يحترموننا؟ ثم يقول في المقابلة نفسها: إن عليكم أيها الأمريكان أن تكونوا أقوياء وأن تكملوا العمل الجيد الذي بدأتموه في أفغانستان. يعني برنارد لويس ينصح الحكومة الأمريكية وينصح الغرب عموما أن يخوضوا معركة بالسلاح بقوة السلاح لإخضاع هذه المنطقة الإسلامية الطويلة العريضة من أفغانستان إلى باكستان إلى الوطن العربي. نحن أمام نموذج يعني يكاد يكون نموذج نقيض لنموذج نعومة مسكي الذي عرفناه من قبل. دعونا نستمع إلى هذا المقطع الذي يؤكد هذا الكلام لبرنارد لويس The kind of wishy washy policies that have been followed in the past and just won't work. Um, the question which people have been asking all the time is, I think, the wrong question. The question that people are asking is, why do they hate us? That's the wrong question. They've been hating us for a long time. In a sense, they've been hating us for centuries. And it's very natural that they should. You have this millennial rivalry between two world religions. And now, from their point of view, the wrong one seems to be winning. Um, More generally, I mean, you can't be rich, strong, successful and loved, particularly by those who are not rich, not strong and not successful. So the hatred is something almost axiomatic. The question which we should be asking is why do they neither fear nor respect us? أخيراً، ناتي إلى السؤال الذي لا بد من الإجابة عليه بوضوح. سؤال، لماذا نقول إن الربيع العربي كان فعلاً عربياً جماهيرياً أصيلاً؟ ولم يكن تجسيدا لنظريه الفوضى الخلاقه كما يقول انصار الانظمه العربيه المستبده التي ثرنا عليها. ولماذا لا يكون هذا الربيع مجرد تنفيذ اعمى لسياسه التفكيك والتقويض الامريكيه؟ للاجابه على هذا السؤال دعونا نعود قليلا الى الوراء. ليس الى مكان بعيد الى قرابه ثلاث سنوات مضت تقريبا. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو ان ثورات الربيع العربي انجبت في البلدان التي تمكنت منها الثوره انجبت مشاريع ديمقراطيه في مصر تحديدا وتونس ذهب الناس الى صناديق الاقتراع الى صناديق الاقتراع وانتخبوا رؤساء مدنيين وحكومات مدنيه في اليمن ذهبوا الى حوار وطني شامل اشبه بالجمعيه العموميه التي تؤسس لجمهورية جديدة هذه هي النتيجة او هذه نتيجة الربيع العربي فهل هذه النتيجة تتفق مع مفهوم الفوضى الخلاقة؟ بالتأكيد لا لأن الديمقراطية نظام وانتظام والفوضى فوضى ثم هل كانت امريكا تريد هذه النتيجه بالفعل؟ اللي هي الديمقراطيه مثلا مشاريع الديمقراطيه؟ هل كانت امريكا ترغب في رعايه الديمقراطيه داخل المنطقه العربيه؟ اذا كانت امريكا ترغب في توطين الديمقراطيه في الوطن العربي كما كانت تزعم فلماذا اجهضت هذه الثورات بالثورات المضاده؟ لماذا اوعزت الى سكاكينها في المنطقه العربيه بإجهاض مشروع الديمقراطية في مصر في تونس في ليبيا في اليمن سكاكين أمريكا تعمل تحدث عن سكاكين أمريكا لأن أمريكا لديها أيدي ولديها سكاكين أظن أن من الأفضل أن نترك الإجابة الإجابة على هذا السؤال للأمريكان أنفسهم لماذا حاولوا إجهاض مشاريع الديمقراطية في الوطن العربي سنستمع إلى الإجابة من سيناتور أمريكي عضو مجلس الشيوخ الامريكي يتحدث في الكونغرس عن خطوره ثورات الربيع العربي وخطوره مشروع الديمقراطيه الذي انجبته يقول بصريح العباره ان الديمقراطيه ليست دائما جيده فقد تنجب اناسا مثل حماس في غزه ومثل هتلر في المانيا وها هي الان تنجب الاخوان المسلمين في مصر وغيرها ولهذا وجب بين قوسين اجهاضها لان وجود الاخوان ووجود الاسلاميين هو تهديد لاتفاقيه كامب ديفيد وتهديد لاسرائيل وتهديد لمشاريعنا في المنطقه. دعونا نستمع الى السيناتور مارك كيرك يتحدث عن الانتخابات المصريه التي انتجت مرسي في ذلك الوقت. We as But as Gaza, as Gaza taught us in 2006, free elections by themselves do not make up a democracy. There are times when people are offered a chance to elect party leaders that offer them only one election to affirm a dictatorship. We can also learn from the year 1938 uh, that the dangers of ignoring developments abroad are huge. Now, in the wake of the Arab Spring, it's clear that if Islamist parties and candidates uh, continue uh, their currently won gains in other elections, they will capture 60% of the national vote in Egypt. This will situate the new Egyptian parliament around deep ideological differences between Salafis and the Muslim Brotherhood and liberal groups, making the Brotherhood the power brokers between Egyptian left and right. Now, what does this all mean? By January, the United States could face an Egypt defined by a hatred of Israel and many of the freedoms we hold dear a freedom of expression, of women's rights, the right to practice any religion. This Egypt counts Iran as a friend.